بسم الله الرحمن الرحيم. أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح على حرص واهتمام القيادة السياسية ومتابعتهم الحثيثة للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية وأعضاء السفارة الكويتية في السودان في تأمين سلامة عودة كافة المواطنين الكويتيين إلى البلاد. جاء ذلك خلال استقبال الشيخ طلال الخالد اليوم في مطار الكويت الدولي المواطنين الكويتيين القادمين من مطار جدة الدولية في إطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين العالقين جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة في جمهورية السودان. وأشاد الشيخ الخالد بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقيادة السياسية في المملكة، والتي أسهمت في نجاح عملية إجلاء مواطني الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يؤكد على مكانة وقدرات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.